يا حمامة رابات البلد. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين آمين. نعمة وبركة ربنا مخلصنا يسوع المسيح تكون معكم جميعا. جمعية الإحسان الأرثوذكسية البيتجالية تأسست عام 1907 ميلادي ولها نشاطاتها في مدينة بيت جالة بمساعدة المحتاجين والمرضى. إلها مؤسسات تابعة إلها، منها مجموعة الكشفية الأرثوذكسية العربية البيتجالية، مركز الثقافة والتعليم الأرثوذكسي، النادي الأرثوذكسي العربي الرياضي، بيت المسنين بيت القديس نيكولاوس للمسنين، بتقدم خدمات للمسنين والمرضى، للطلاب والمحتاجين والفقراء والمعوزين. تتكون إدارتها من 11 فرد منتخبين من الهيئة العامة من الخمس حارات في مدينة بيت جالة، بقوموا بإدارة الجمعية مادياً واقتصادياً واجتماعياً. إلها مدقق حسابي كل سنة، بدقق الحساب في الجمعية، مدقق قانوني، ولها نشاطاتها الكشفية والرياضية كمان والاجتماعية لكل أبناء مدينتنا الحبيبة بيت جالة. المجموعة الكشفية الأرثوذكسية العربية البيتجالية تأسست سنة 1956 وهي مجموعة تابعة لجمعية الإحسان الأرثوذكسية، هي السلطة المراقبة والمسؤولة عن المجموعة الكشفية الأرثوذكسية ببيت جالة. بتضم بصفوفها ما يقارب 370 منتسب من كافة الأعمار من عمر 8 سنوات فما فوق، وتعتبر من أكبر المؤسسات الشبابية في مدينة بيت جالة، حيث تعمل هذه المؤسسة على أحياء كافة الأنشطة والاحتفالات الدينية والوطنية والاجتماعية، وتقدم الخدمات لكافة أبناء المدينة ومؤسساتها، وتعمل على بناء الشخصية وبناء القيادات لخدمة المدينة، ليس فقط المجموعة وإنما المدينة بشكل عام. لا يسعنا في المجموعة الكشفية الأرثوذكسية العربية البيتجالية أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأهلنا وأحبتنا في تشيلي على دعمهم المستمر لأنشطة وفعاليات المجموعة المستمرة على مدار الأعوام الماضية، ومنها فرقة القرب التابعة للمجموعة الكشفية، وهي أطلق عليها اسم فرقة مغتربي تشيلي. وأيضا نشكرهم على دعمهم في تغطية أنشطتنا مثل المخيمات الكشفية والمشاركات الخارجية في المخيمات التي تعقد خارج الوطن، ودعمهم لتغيير الزي الكشفي للمجموعة الكشفية. ولا يا غالي يا ماري ولا البشالي. احنا هون في جمعية السيدات بنحكي عن تاريخ تأسيسها. هذا اقدم جمعية تأسست في بيت جالة، هذا من 1944 تقريبا، من اوائل الجمعيات اللي تأسست حتى في على مستوى فلسطين. جمعيتنا من اهدافها المحافظة على الأطفال، خدمة الأطفال وخدمة النساء، تمكين النساء حتى يقدروا إنهم يأمنوا سبل العيش برضو في عند في عائلاتهم. في عنا خمسة في المطبخ، عنا خياطة، في عنا حضانة فيها خمس موظفات، في عنا محاسبة قانونية، في عنا مساعدة إدارية. هلا بالنسبة للأطفال نعمل لهم نشاطات كثيرة. بالنسبة لعيد الميلاد مثلا في كريسماس نعمل لهم حفلة، مع بيكون فيها مسرحية، بيكون فيها توزيع هدايا لجميع الأطفال اللي بيجونا. في عندنا بالنسبة لعيد الكبير اللي هو اللي جاي علينا هلا، أول مناسبة رح نعمل ميها، أول نشاط هو نشاط الإيج هانتينج. طبعا في عندنا ما ننساش إنه في عندنا تطريز اللي هو المحافظة على التراث القديم، التراث منطقة بيت لحم خصوصا بيت جالة. في عندنا قسم التطريز وأكيد راح تشوفوه كيف مصور. هلا بالنسبة لأبناء بيت جالة الموجودين في تشيلي المغتربين، طبعا شكرا لهم ويخلف عليهم اللي ببعثوا لنا مساعدات. طبعا هذه المساعدات تستعمل في مرافق الجمعية، بالنسبة للمطبخ الإنتاجي، بالنسبة للحضانة، بالنسبة للتطريز، بالنسبة لأي نشاطات تانية بتنعمل. طبعا شكرا لهم ويخلف عليهم والله يكثر من أمثالهم، وإن شاء الله بضل هذه المساعدة موجودة والتواصل بيننا وبينهم يضل موجود. شكرا لكم.
بيت القديس نيكولاوس في بيت جالا، بيت إيوائي، اليوم في 42 إنسان عايشين في داخله. هذا البيت في بيت جالا من أملاك جمعية الإحسان الأرثوذكسية، بيخدم الفئة المسنين في بيت جالا. جمعية أبناء تشيلي، أبناء بيت جالا في تشيلي، قاموا بدعم هذا البيت في سنة 2009 لغاية اليوم. 2009 قاموا بدعم المبنى الرقم 2 في هذا الموقع، وقاموا كمان في 2019 و2020 بدعم الكونديشينات والتجهيزات داخل هذا الموقع. أنا كمان في بيت القديس نيكولاوس قمنا بشراء قطعة الأرض اللي هي مجاورة للبيت القديس نيكولاوس، ودعمنا برضو منها أبنائنا في تشيلي. أنا بشكر جمعية أبناء بيت جالا في تشيلي وأبناء بيت جالا عامة في تشيلي، مش بس الجمعية. شكرا لكم جميعا، وكل عام وانتم بخير. عمارتنا اللي احنا موجودين فيها كمكتب للجمعية والعيادات للجمعية كلها من مبالغ أهالينا في المهجر في تشيلي، هم اللي بعتولنا إياها، وقمنا احنا ببنائها عن طريقهم. عظم كلفت حوالي 55 ألف دولار، ودولنا إياها أهلنا من تشيلي. يا مارينجولا يا غالي، يا مارينجولا البشار. طبعا في احنا إلنا شكر مقدم من إدارة الجمعية لأبناء مدينتنا الحبيبة بيت جالا في جمهورية تشيلي، اللي دايما بيقدموا يد العون والعوز للجمعية ولأبناء بلدهم. ومن في رسالة منوجهها إلكم ومن كلكم، بلدكم بحاجة إلكم، تستناكو وبتستنى منكو دايما فعل الخير. دايما فعل الخير بتم من أهل الخير. شكرا إلكم كتير على اللي قدمتوه وعلى اللي رايحين تقدموه كمان لدعم الجمعية ودعم أبنائكو وأولادكو في مدينة بيت جالا، مدينتكو الحبيبة. شكرا لكم كثير. يا مارينجولا البشالي، صورتك بالسما بتلالي، وش راسك صوتا بالعالي. يا مارينجولا يا غالي، يا مارينجولا البشالي، صورتك بالسما بتلالي، وش راسك صوتا بالعالي. ونحن اليوم ولاد بلدي ركعنا لك، ونحن اليوم جينا لك، ولاد بلدي ركعنا لك، وكل شي عنا يضلوا لك، احمينا شفيع البلد.